حضراتكم فاكرين الفريق كره اليد الاول، الفريق الاول كره اليد بنادي الاهلي، وطبعا نجومه مشرفين في الاستوديو. خدنا كاس مصر السنه دي والدوري خسرناه بعد مباراه فيصل مع نادي الزمالك، واداء كان يعني جيد من فرقتنا الحقيقه، وكنا اقرب في اوقات كتيره جدا بالفوز بالدوري. يعني الفرقه الحمد لله جيده. خليني بس قبل ما اروح لضيوفي واخد رايهم في الموضوع اللي احكي لحضراتكم، نظام الدوري الجديد. يمكن الاتحاد حط نظام للدوري جديد خالص، قال انه هيقسم 16 فرقه، هيقسمها مجموعتين، النادي الاهلي على راس مجموعه ونادي الزمالك على راس مجموعه. هتلعب من دور واحد، تمام؟ يعني هيلعبوا مباريات من دور واحد، يعني ده يلعب 7 مباريات وده يلعب 7 مباريات، وبعد كده هياخد اول 4 من هنا واول 4 من هنا، يجيبهم مع بعض يبقوا 8 فرق، بعد كده يلعبوا دوري رايح جاي. بعد كده هيطلع من الدوري الرايح جاي ده، الفرقه هتطلع بنقاط ويترتبوا من الاول للثامن، هياخد اول 4، اول 4 فقط من الستيب الثانيه ياخدهم يروح بيهم دوره مجمعه لتحديد البطل. بس اللي هيطلع من الدور الثاني هيبقى طالع بنفس النقاط، دوري طويل جدا. الاول والثاني من الدوري القادم هيروح افريقيا، الثالث والرابع هيروح بطوله عربيه.